الجمل بما حمل، عقار ولا اروع، مؤثث مجهز باثاث لوكس، جابوه لكم وكيل موبيلي في هذا الفيديو. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل الموبيلي، انتم اللي دائما تسناو في جديد عقاراتنا، وحنا دائما نجيب لكم الجديد ونجيب لكم لافير وين ما كانت ليكيب. لي ابوناو مرحبا بكم، واللي مازال ما ابوناش يابوني معنا في كامل صفحتنا على التواصل الاجتماعي باش يلحقكم الجديد، يلحقكم لافير من عند الوكيل الموبيلي. ولافير تاع اليوم تداتنا حتى لولاد هداج بدائرة بودوا ولاية بومرداز اكزاكت في حي محمد بوضياف. جبنا لكم ما شاء الله واحد الفيلا ار بلس ان شابه بالبزاف ليكيب، بعقد ملكيه ودفتر عقاري. المفاجاه والحاجه الشابه فيها انها تباع بالاثاث تاعها، مجهزه مؤثثه كما راكم تشوفوا ليكيب. والحاجه الجميله انه الاثاث حاجه ديوكس دي ليكس ليكيب، يعني كل حاجه تاع الامبورطاسيون كيما رانا نشوفوا. نبداو بالطبق الارضي وين راح نلقاو كراج، صالون، مطبخ، غرفه كور تاع 60 متر مربع، والجاردان بيان سور. هذه هي صالون تاع الطبق الارضي مخدومه بشكل جيد، يعني ليكيب عقار جميل وجميل جدا. المساحه الاجماليه تاع العقار هو 210 متر مربع، المبنيه منها 150 متر مربع. ليكيب هنا عندنا الكراج تاعنا، هاوليك الكراج تاعنا، الكراج يعني دخل فيكول تاعك، وعندك اكسي للمنزل تاعك من هذا البوابه. ليكيب عقار جميل، سواء من الخدمه تاعو ولا فينيسيون ديكور ولا من الاثاث، الحاجه الفاخره اللي فيه شوفوا الاثاث، يعني فريمون الاثاث كامل تاع الامبورطاسيون، فيه بزاف حاجات يعني دو اتر، يعني بالخشب، بالخشب يعني اجود انواع الخشب دو اتر. ليكيب هنا عندنا الصالون الجزء الثاني، نقدر نقولوا هذا هو الصالون برينسيبال اللي فيه صالون صالون مونجي كيما نشوفوا، هذيك غرفه في المدخل مجهزه على اساس استقبال ايضا. من هذه الناحيه عندنا لي سانيتير، عندنا الدوش تاعنا، ومن هذه الناحيه عندنا طوالات سيباري بين الطوالات والدوش، يعني كل حاجه فيني، كل حاجه بيان ديكوري. ليكيب ما نهضروش على هذا لا كويزين الجميله اللي راهي حاجه لوكس دي لوكس. ليكيب مخدومه بالبوا داتر، شوفوا كيفاش مخدوم المطبخ تاعنا، حتى عندنا كليماتيزور في المطبخ، عندك فريجيدير، ماشينا لافي، بلاك شوفونت، لاوت، حتى لي زيليمون هادو مخدومين بشكل جيد. ليكيب يعني مساحه تخزين حديث ولا حرج. والحاجه الجميله بلون دو ترافاي اللي فيه هذا الميني بار بالاضاءه الجميله، يعني مطبخ جميل وراقي وفيه تهوية كبيرة من خلال الخرجة لهذا لاكور. ليكيب لهذه لاكور اللي قلت لكم عليها فيها 60 متر مربع، مثالية جدا انه يكون فيها مسبح صغير. ليكيب اذا تشاطروني الرأي يعني حتولي عندك فيلا جميلة وجميلة جدا، خاصة هذيك لي طوال تاع لابيسين باش تولي 5 طوال ديريكت. ليكيب عقار ما شاء الله الرطبل في حي محمد بوضياف، بلدية ولاد هداج، دائرة بودوا، ولاية بومرداس. كامل الاثاث تاع الامبورطاسيون، كامل الاثاث لوكس ليكيب، وين راح تكون عندك دار مؤثثه مجهزه، انت تجيب غير الكابه تاع حوايجك، هذا واش تجيب، ما كل حاجه كاينه في العقار تاعنا. نطلعوا ديريكتومون للطابق الاول وين راح نلقاو اربعه غرف، صالون كبير، حمام ومرحاض. ليكيب شوفوا الغرف شحال كبار وشحال مخدومين بصفه جيده، يعني ديكوراسيون حاجه ولا اروع، يعني نشوفوا باللي في كل غرفة عندك لو ستيل تاعها اللي الخاص بها. هنا عندك استقبال صالون كبير الله يبارك، لي رادياتور بيان سور شوفاج سنترال، في شاك بياس عندنا رادياتور ليكيب، وين يوفر الانستالاسيون هذه توفر تدفئة مركزية مثالية في هذا العقار. من هذه الناحية عندنا غرفة أخرى هاي ليك بطلاء آخر بديكور واحد آخر. الحاجة اللي نضمنوها أنه جودة البناء وجودة العقار من خلال المواد بناء تاعو ولا من خلال الأثاث اللي راهو مجهز في هذا العقار المميز. شوفوا ايضا الكولوار شحال كبير، هنا عندنا لا شومبر بارونتال حتى هي بستيل واحد اخر، يعني
عقار ما شاء الله لكيب. يا سلام على هذا العقار اللي انا فيه اليوم، يعني في حي محمد بوضياف، هذا الحي الهادئ، وعندك من هذه الناحيه عندك البالكون اللي يعطي اطلاله على الحي تاعنا، بالكون شات كامل لافاساد لاتيرال تاع العقار تاعنا، وعندك من هذه الناحيه لاشوديار وين تهويه تاع لاشوديار، يعني ما شاء الله عقار جميل وجميل جدا. عندك شوفاج سنترال، اربع مكيفات الكهرباء الماء والغاز والانترنت بيان سور موجوده في العقار تاعنا. الحاجه المميزه ايضا مطبخ مجهز لوكس دي لوكس اللي شفناه مقبله، وحتى الاثاث كامل تاع لامبورتاسيون ليكيب. هنا عندك غرفه رابعه هاي ليك لا كاتريام شومب اللي فيها هذا البلاكار ولا دريسينغ، يعني ما شاء الله كل حاجه متوفره في العقار تاعنا، حتى لومبلاسمون تاع العقار تاعنا جاي في مكان هادئ تري تري كان، حي محمد بوضياف. يلا نروحوا نضربوا طله على لا تيراس تاعنا وين راح تبان الحي اللي انا فيه. فعلا حي ما شاء الله، لوتيسمون جديد، انا نشوفوا بلي الفيلات الراقية اللي راهي هنايا، ايضا موجود الاخضرار من خلال هذا المروج وهذا البساتين المحاطة بالحي تاعنا، يعني كاين هذاك الهدوء تاع الريف او ميم طون كاين البروكسيميتي تاع المدينة، يعني عقار جميل وجميل جدا، حتى الجيران ما شاء الله، يعني فوازيناج الله يبارك. اون بليس دو سا عندك سيتينا، نشوفوا سيتينا تاع الماء، يعني كل حاجه متوفره وكل اسباب الرفاهيه متوفره في العقار تاعنا. بالنسبه للمرافق عندك مساجد، محلات تجاريه، مدارس، من خلال هذه النظره راه تبنى مدينه بودواو، هاي ليك مدينه بودواو وين راهي قريبه لينا، يعني على بعد 10 دقائق فقط مشيا في هذا المكان المميز. قلنا المرافق، مساجد، محلات تجاريه، مدارس، الجامعه ايضا قريبه، قاعه رياضه، الطريق الرئيسي بومرداس العاصمة 5 دقائق، مدينة بودواو على بعد 10 دقائق، مطار هو ريبو مدينة 15 دقيقة، والطريق السريع شرق غرب على بعد 10 دقائق. بالنسبة لسعر ليكيب راهو 3 ملاير قابل للتفاوض، 3 مليار نيغوسيابل. لافير جابها لكم الوكيل الموبيلي، ما تنساوش تواصلوا مع صاحب العقار اللي تلقاو الرقم تاعو في تعليقاته في الوصف، وحنا نجيب لكم غير لي زافير شابين. سلام.